فكرة قطاع وآفاق الواقع والآفاق لقطاع الفلاحة البيولوجية بالولاية. تعرفوا أنه كانت مبادرة فرضية سنة 2005، كانوا عندنا مساحة قرابة 1200 هكتار، تو في 2019 قرابة 38 ألف هكتار المساحة هذه. ونأمل أنه في الاستراتيجية أنه نتجاوز 50 ألف هكتار. بالطبع كل القطاعات الممثلة نلقوا معناها، وثم تنوع بيولوجي من إنتاج زيت الزيتون لإنتاج الزراعات الكبرى، إنتاج تربية الماشية والنباتات الطبية والعطرية. المشروع التنمية السياحة البديلة، وتعرفوا نحن معناها في زغوان تعتبر هي في 2019 عاصمة السياحة البديلة، وثم معناها قاعدين مشاريع قاعدة تنجز وفي الغرض، وباش نثمنوا هالمنتوجات البيولوجية عن طريق السياحة البديلة. القطاع هذا قاعد يشهد تطور، وعندنا مام حتى استثمارات خواص أو في الأراضي المهيكلة، الأراضي الدولية المهيكلة. معناها مؤخرا تم إسناد أراضي هذه الدولية وأصحابها مش يستثمروا في القطاع هذا، وعندنا مجال كبير معناها مازال واعد.